الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل. هو كان هدف واحد يعني لو فازين ثلاثة انه تكون البطولة ان النفط ميسان، وبس هاي حال كرة القدم. فريق الزارة فريق قوي وفريقنا قدم مستوى عالي، احنا اول مرة نشترك بهاي البطولة والحمد لله انه حصلنا على المركز الثاني. طبعا هارد لك النادي نفط ميسان، مبروك النادي الزوراء الحصول على لقب الدوري. طبعا احنا لو مباراة واحدة لو فايزين عليها كان، وبهاي المباراة احنا فايزين على نادي الزوراء 2-0، لو فقط اكو هدف ثالث يصير كان احنا حسمنا الدوري وصار من نصيب نفط ميسان. بس الحمد لله والشكر، نتامل على الموسم اللي يجي حصول نادي نفط ميسان على درع الدوري، وطبعا مو بعيده. وايضا نشكر الكادر التدريبي واللاعبات وايضا الجماهير اللي حضرت من نفط ميسان، التعويض ان شاء الله على الموسم اللي يجي. احنا بشكل عام اكو قله في الدعم، في السيوله، في الفرق المشاركه، يعني اكو استهانه بصراحه بالفرق او الدوري النسبي بشكل عام بما يخص الصالات او الساحات المكشوفه، لكن الحمد لله بدينا احنا نمشي على خطى صحيحه وخطه استراتيجيه صحيحه مدروسه بشكل صحيح حتى احنا نتلافى الاخطاء، نقدر نسيطر ونقدر نستقطب اكثر عدد من الانديه المشاركه. يعني هذا الدوري نفط ميسان لاول مره لاول مشاركه، ونادي التون كوبري وغيرها، واكو فرق اهليه مثل اكاديميه بيت العراق. يعني انا افرح والكل يفرح كلجنه واتحاد لما نشوف مثل هيك فرق هي تشارك. مبروك الكادر التدريبي ولاعبات نادي الزوراء، مبروك لاداره الزوراء والجماهير، الحمد لله والشكر حققنا لقب الدوري. الدوري كان مضغوط، جهد عالي، ونعتذر من عندهم من خساره الدوري لانه اللاعبات كلهم مجهودين، جهد عالي، كل يوم مباراه، اللاعبه ما تعرف شلون تسوي استشفاء، مو مثل الولد. لكن رغم هذا كان دوري حلو. الف مبروك لجماهير الزوراء ونادي الزوراء، كادرين، لاعبين، اداره، الحمد لله قدرنا شلون نقول لك، حسمنا المباراه هاي الاخيره، اكو قبلها مباراه حسمنا بها احنا بفارق نقاط واهداف. مثل ما تعرف احنا يوميه لعبه، فيوميه لعبه جهد يصير على اللاعب، اجهاد، اصابات تصير عندنا، بالتالي ما تقدر تأدي انت مثل اول مباراه وثاني مباراه وبالتالي اخر مباراه. بس الحمد لله والشكر قدرنا احنا نحصل الدرع ونحسم المباراه. مبروك للجماهير، للإدارة، للاعبين. هذا أول إنجاز لنا كفريق نادي الزوراء. هذا عمر الفريق 3 سنوات، أول موسم حصلنا الثالث، الموسم الثاني الثاني، وهذا الموسم الثالث بالثالثة ثابتة حققنا اللقب. أكيد هذا نتيجة المباريات الخمسة اللي خضناها أو الستة أدوار اللي لعبناها سابقا. أكيد اليوم صحيح رغم الخسارة لكن توجنا جهودنا في المباريات السابقة وأدانا البطولة، في هذا اليوم حققنا اللقب الحمد لله والشكر.